هات بقى ايه شويه سمنه، عارف شكل السمنه؟ اكيد دي سمنه، مفيش غيرها ينفع يكون سمنه. يا الله، ليه كده انت يعني مخليه كوكي انه انا مخليه ميجو انه ما يفهمش حاجه يا كوكي؟ مش بايدك، مش بايدك. هفضيها ازاي يعني؟ طب خلاص خلاص، اوعى تقع منك همضيع. هي ايه اللي هتقع؟ حط الحاجه، زود شويه، انا بحب البصل. مش وقت اللي بتحبيه قلتلك. زود شويه. ايه روح اقطع الدجاج صغير صغير صغير. نسيت اقول لك على الفراخ. يعني اعمل ايه؟ عشان انا على النار نسيت حطها في اي حته. تعالى نوريني في فراخ. فراخ اهي. طب انا سكيني فيها شيء غلط. طب ايش اعمل؟ انا هبدلها. حلوه قوي، حلوه قوي. بقول لك ايه، ما تنزل باقي البصل بما اننا قطعناها بقى. متاكده كل ده بصل؟ خلاص يلا، انا بحب البصل. يلا يا ستي، مش وقت اللي بتحبيه. لغايه امتى هقول لك كده؟ معلش، ايش احنا بنقطع؟ انت رمضان مش مشاوي بدنا نعمل. طيب ايش القطعه كتير كبيره؟ صغير كمان؟ خلاويص ليس. طب يلا يلا، الفراخ بقى هنزلها واحده واحده عشان تاخد الصدمه. يلا ميجو اسرع شويه، احنا هننزل واحده واحده. ما انت قلت لي واحده واحده. معلش معلش، يا الله على التناقض. يلا ميجو، يلا اعلى ايش الغاز. أوكي. يا الله، ليش شلت الطنجره يا رمضان؟ مالها؟ لما تشيل الطنجرة الغاز بيطفي. طب اشغله مره ثانيه. وين اكبر المصايب يا تمارا؟ ييه، هات شويه خضار، بسله وجزر. اعمل بيهم ايه؟ هننزلهم بقى على الحاجات كله. سيب سيب كل شيء وروح شوف عند الطناجر طنجره اكبر بشوي. يلا انقل انقل بسرعه وحط على الهادع، على الغاز المضوي. الاخبار يعني ايه الاخبار؟ انت منتظره ايه عشان انا ابقى فاهم يعني انت عايزه ايه؟ حاسسها يعني مسكت نفسها كده وبقت فراخ. مش كل النواحي، في نواحي ونواحي. احنا بنقلب بقى، احنا ورانا ايه؟ بنقلب. يلا روح اغسل الرز، سيبه يتنقع. اسيبه. روح شوف بقى اللي هنقلبه هناك، على الله يكون اتحرق يا رب. يلا حط لي رمضان شو اسمه؟ الرز. لا بس الرز، بحكي لي الرز. طلعتيني تمارا، ما تصرخي. اوكي شو بدك؟ حط الخضار. يلا كله؟ لا مش كله، نصه. برافو، بدا حط رمضان الخضار وبدا يتبل. مكزي ما تشيلهاش. يلا هو يلا هو. ايه في ايه؟ لا عملتها 8 8 8. انت متاكد انها شغاله؟ ايوه 8 هي 8. طيب ماشي، هلا جيب البهار والملح والفلفل الاسود اشوف كيف. كمان لا لا لا، كمان انت يا دوب حطيت هاي نص معلقه. بقول لك ايه. ايه حبيبتي، انت عامل ايه النهارده؟ اللي جايين نتعكس على الفضائيات. ايوه.